مبروك للكرة الطايرة في النادي الأهلي بشكل عام، ولكن أنا النهاردة قررت أحتفل في 7 دي سبورت هنا بشكل خاص جدا مع واحد من أساطير الكرة الطايرة في مصر وفي النادي الأهلي، واحد تاريخه في النادي الأهلي وفي كرة الطايرة في مصر عموما وفي أفريقيا وفي الاحتراف وفي كل ده مش لعيب محلي يا جماعة، ده لعيب عالمي، ده أسطورة دولية. كابتن أحمد صلاح نجم النادي الأهلي والأسطورة العالمية في الكرة الطايرة، أهلا بيك في 7 دي سبورت. حبيبي عبد الرحمن، نورك يا حبيبي. الحمد لله بخير ومبروك الاول قبل اي حاجه. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله والله. مبروك اولا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس الاداره، وده كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نفرحهم، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الحمد لله. طيب انت من اللعيبه اللي بتتميز رغم ان هي اخلاقها عاليه جدا وان هو راجل في الحقيقه هادي، وانا عشان انا يعني متربي في النادي الاهلي وبشوفك دايما رغم هدوءك الشديد، انما انت شارش شراسه غير عاديه في الملعب، اكتر احسن ضريب في العالم قبل كده، راجل دايما ضربتك كده بيتسمع لها صوت من بره الملعب يعني، فازاي انت الشخصين دول مع بعض؟ والله يعني الحمد لله، ده طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا، وده مجهود كبير، ويعني واللي اتربى في النادي الاهلي يعرف الكلام ده كله، ان النادي الاهلي بيعلمنا كل حاجه بصراحه، يعني المسؤولية والروح والعزيمة، ويعني ايه مكسب، ويعني ايه انت بتلعب في النادي الاهلي، فالحاجات دي كلها طبعا بعد كده طبعا بتديك الدافع ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، فلازم تطلع كل اللي عندك يعني، وده انت شفته يعني، ده كل لعيبة النادي الاهلي بتعمل كده يعني، مش احمد صلاح بس يعني. طيب خليني اخدك كده، الموسم ده موسم خاص جدا بالنسبه لكم انت يعني الجيل بتاعك كله، سواء الشباب اللي طالعين معاكم او وجود الخبرات زيك وزي عبد الله عبد السلام والناس الثانيه كلها، لكن الجيل ده انتوا كان معاكم الموسم اللي فات كابتن ميدو صلحي اللي هو عمل الماسترز معاه، كانوا محققين كل حاجه في فتره كبيره جدا ومحتلين كره الطايره تقريبا في كل حاجه. المره دي مدرب اجنبي وانتوا متعودين على واحد انتوا زملتوه اساسا كابتن ميدو صلحي، ناس فيكم في الفرقه كتير زملته، لكن بيجي واحد بقى بشخصيه مختلفه بعقليه مختلفه وبيحقق طبعا شكل جديد للنادي الاهلي برضو بوجودكم معاه يعني، فقول لي الفرق بقى بين الموسم اللي فات والموسم ده، خصوصا ان انتوا بتتعاملوا مع راجل عقليه اجنبيه وانتوا كنتوا مع ميدو بصلحي اللي هو راجل مننا فينا وراجل انتوا زملتوه معظمكم زملوا في الملعب يعني. والله بص هقول لك على حاجه، يعني كابتن ميدو طبعا ما قصرش مع الفرقه طول الفتره اللي هو كان ماسكنا فيها وعمل اللي عليه، بس هو طبعا كان يعني سوء توفيق او سوء حظ بس السنتين اللي فاتوا، ده اللي اقدر اقوله. كابتن محمد صلاح يعني صراحه ما قصرش مع حد، لا رصيد كبير جدا في النادي الاهلي مع جيل كامل لعاكو كلكم، راجل ما قصرش في اي حاجه، حقق كل البطولات الممكنه يعني. اكيد بالظبط، فهي بتبقى سوء توفيق بس اللي هو يعني يعني ربنا ما وفقناش معاه اخر سنتين، ودي عامه يعني حاجه طبيعيه يعني، دي سنه الحياه كمان يعني كابتن طبعا. طيب. السنه دي بالظبط يعني هو زي ما انت بتقول معانا مدرب اجنبي وجهاز جديد طبعا، جهاز يحترم وكلهم يعني صحابي وزملتهم في الملعب، محمد السيد وحسيني وطبعا عبد اللطيف، كلهم طبعا صحابي من زمان وعشرة سنين طبعا يعني منتخب ونادي. المدرب الاجنبي انا كنت عارفه ان احنا يعني لعبت قدامه، انا وعبد الله كان ماسك قبل كده في تركيا، لعبنا قدامه، هو طبعا مدرب محترم، مدرب كويس جدا، عنده فكر عالي، وهو الميزه اللي هو عملها ان قرب الناس من بعضها، وحاسس الناس ان هو فعلا كل يعني اي واحد هيجتهد في الملعب هيلعب، ما فيش حاجه اسمها اسماء، وده الكل، واكيد طبعا الجمهور او الناس اللي متابعانا يعني شايفه ده، ان كل ماتش عندنا بناس بسته مختلفين، فدي بتدافع للعيب طبعا ان هو يعني طول ما هو هيبقى كويس هيلعب، فده اي لعبه جماعيه بتحس بالاحساس ده، ان لو كل واحد هيعمل اللي عليه وهيثبت نفسه هيلعب، دي طبعا بتبقى حاجه صحيه للفرقه يعني. طيب اول بطوله ليكم في الموسم من فريق الزمالك، انتوا دايما منافستكم يعني يمكن الموسم اللي فات واللي قبله بس هو اللي بدا الزمالك ينافس الاهلي في الطايره بشكل قوي يعني، والموسم ده بالنسبه لكم انتوا واخدينه تحدي، انت تحديدا واخده تحدي قوي، مكسب اول بطوله ضد الزمالك هيبقى دافع ليكوا ازاي في بقيه الموسم، دي اول حاجه. تاني حاجه انتوا معاكوا شباب، يمكن الراجل طلع كمان مجموعه من الشباب وناس كانت بره زي مثلا يوسف حمدي الصافي وغيره، الناس في مجموعه اعمار صغيره نزل بيها شويه، هو مع وجود الخبرات زيكم انت وعبد الله وناس تانية، ازاي بقى هتستغلوا فوز اول بطوله ضد الزمالك في بقيه الموسم؟
والله بص يعني هي طبعا كانت بالنسبه لنا كانت مهمه جدا جدا اول بطوله ديت. يعني احنا طبعا زي ما انت عارف احنا اول سنه السنه اللي فاتت خسرين دوري كاس، ودي كانت بدايه موسم ومع جهاز جديد في لعيبه طبعا زي ما انت قلت صغيره، وكان ناس بره النادي اللي هو زي يوسف الصافي طبعا جاء من بره، فكان في توليفه جديده. هي كانت هدفنا طبعا البطوله الاولانيه طبعا كانت بالنسبه لنا مهمه جدا، ان دي كانت بالنسبه لنا اختبار يعني للفرقه هي واصله لايه، عملت ايه، ماشيه في الطريق الصح ولا لا. فالحمد لله يعني كانت بطوله بالنسبه لنا مهمه، وانا شايف ان كان الاداء كان مميز على اول بطوله. طبعا اكيد في اخطاء وفي مميزات، بس انا شايف المميزات كانت اكتر، وهي دي اللي فعلا خلتنا نكسب. اكيد دي كانت بروفه بالنسبه لنا كبيره، عشان خاطر كمان الناس فرقتنا كلها حاطه في بطوله افريقيا هدف كبير جدا بالنسبه لنا، ان هي البطوله في ارضنا في النادي الاهلي. وطبعا ده بيبقى لسه كاس ودوري وافريقيا على مدار الموسم، الناس عشمانه في كل حاجه كالعاده يعني. طبيعي يا دوري وكاس احنا يعني اتلعبوا قبل كده، فالناس اللي معايا مجموعه كبيره لعبت البلاي اوف والكلام ده كله. انا بتكلم على البطوله الافريقيه يعني بالاخص، ان هي في يعني مثلا 90% من الفرقه ما لعبتهاش قبل كده في النادي الاهلي. بالظبط الجيل الجديد اللي معاكم الصغيرين طبعا. فالماتش بتاع الزمالك الاخير لما كان في جمهور من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، طبعا ده الناس يعني ده كان بروف بقى صغيره بالنسبه للي هيبقى موجود في عندنا في النادي. طبعا كان الجمهور هيبقى اكتر اكيد، فدي كانت بالنسبه لي كانت. طب انا عايز اسالك عن الجمهور بقى كابتن احمد. اتفضل. علاقه خاصه بينك وبين جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي دايما بيشيد بكابتن احمد صلاح حسني، لكن الفرقه كلها طبعا، لكن البطوله دي تحديدا احمد صلاح اسف، البطوله دي تحديدا في اشاده خاصه جدا بكابتن احمد صلاح في على السوشيال ميديا، وده احنا معتادين على دعم كل لاعبتنا طبعا في كل الاماكن، لكن المره دي بالخاص جمهور النادي الاهلي اشاده خاصه جدا بكابتن احمد صلاح. والله بص يا حبيبي، يعني هي بالنسبه لي جمهور الاهلي ده يعني اغلى حاجه بالنسبه لي، كان معايا دايما في كل حاجه، حتى لما كنت بره النادي، حتى لما كنت محترف دايما كان بيدعمني في كل حاجه، في المنتخب، في النادي، لما كنت حتى لما كنت في نادي الجيش كان بيدعمني دايما، عارف ان انا يعني ما اقدرش اسيب النادي، فهو كان بيدعمني بشكل كبير وعارف كل حاجه عني، كان على طول متابعني. فده يعني صراحه جمهور الاهلي بالنسبه لي رقم واحد، ان هم يعني هم عملوا اسم احمد صلاح يعني عملوا كل حاجه حلوه ليا بالنسبه لي الصراحه، يعني وقفوا معايا في كل حاجه في الوحش وفي الحلو، فانا بشكرهم جدا بصراحه على كل حاجه بيعملوها ليا، ويا رب ان انا اقدر اعطيهم حقهم بصراحه، ان هم مهما الواحد يعمل مش هيقدر يفيهم حقهم، ان هم يستاهلوا كل خير. وان شاء الله يعني انا يعني الفرقه كلها مش انا بس، ان احنا عايزين نعمل حاجه السنه دي عشان خاطرهم، ان احنا بقالنا سنتين مقصرين معاهم، بس احنا والله مش بايدينا، هي بتبقى سوء توفيق، لكن ان شاء الله السنه دي احنا هنعمل اكتر ما عندنا، وان شاء الله باذن الله نحقق الاربع بطولات ونصالحهم بيهم ونحتفل بيهم ان شاء الله معاهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون الموسم ده كعاده الطايره في النادي الاهلي الماسترز يعني كل البطولات. لكن دعم مجلس الاداره ليكم في الفتره الاخيره كان بشكل خاص جدا، وكنا دايما بنشوف كابتن محمود الخطيب متواجد، دايما بنشوف بيوجه ليكم تعليمات وبيوجه ليكم الشكر والتهنئه دايما بعد كل البطولات. قول لي كده دعم طبعا، والراحل العظيم الوزير العام فاروق كان نفس الكلام. قول لي كده دور مجلس الاداره معاكم الفتره اللي فاتت، ودوره في ان هو يعدي المرحله الصعبه الموسمين اللي فاتوا بالنسبه لكم. والله بص يعني هو مش الفترة اللي فاتت بس، هو مجلس الإدارة دايما بيدعمنا، يعني أنا عامة أنا طول عمري يعني الأربع سنين اللي فاتوا أو الأربع سنين دول بصراحة مجلس الإدارة عمره ما أثر مع أي فرقة في النادي الأهلي، دايما مدعم الفرقة كلها، ما بيسيبش الفرقة خالص في أي حاجة، أي احتياجات الفرقة محتاجاها بتيجي على طول، معسكرات أو أي حاجة الفرقة محتاجاها. طبعا كابتن محمود الخطيب كمان يعني في ناس كتير ما تعرفش ده، ان هو فعلا متابع الفرقه بتاعتنا دايما، وكان اول تليفون جالنا من بعد الماتش ما خلص على طول كان كابتن محمود الخطيب كان بيبارك لنا،
وكان هو بصراحه متابعنا على طول، وانا بشكره جدا وبشكر مجلس الاداره كله. وطبعا ما اقدرش انسى طبعا دور كابتن الوزير طبعا عامر فاروق الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا كان متواجد معاكم بشكل دائم تقريبا، طبعا بشكل دائم في الصلاه. وانا كمان انا شخصيا صراحه كان يعني في بيني وبينه علاقه كبيره جدا صراحه، ويعني ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه. وبصراحه يعني انا يعني بتمنى ان ربنا يكرم الكابتن عشان خاطره، ان هو فعلا كان ليه دور كبير جدا جدا مع الفرقه. معروض معانا على شاشتنا كمان صوره ليكم وانتوا بتحيوا وجوده معاكم في الفتره اللي فاتت بتيشيرت على صورته. اقل حاجه والله يعني دي كانت اقل حاجه نقدر نقدمها ليه طبعا يعني. وان شاء الله اللي جايه يبقى احسن، وكله باذن الله، كل بطوله باذن الله نكسبها نحتفل بيها ان شاء الله، ويكون هو موجود هو حاسس بينا يعني، عشان ده حاجه اقل حاجه نقدر نعملها له يعني. طيب طموحات كابتن احمد صلاح الفتره اللي جايه، يعني انت راجل حققت في اللعبه دي كل حاجه تقريبا، حتى على مستوى الاحترافي، حتى على مستوى بطوله العالم حققت فيها، انت احسن ضارب في العالم بالفعل يعني، ده لقب خدته رسمي قبل كده. طموحاتك بقى في اللي جاي ايه؟ طموحاتي ان فرقه النادي الاهلي دايما تفضل في العالي، ان انا الحمد لله مش حاسس يعني انا كعن نفسي انا ماليش هدف معين كفردي يعني، حاجه فرديه. انا هدفي بس دلوقتي ان تبدا الكره الطايره النادي الاهلي تبقى دايما في العالي، ودايما على منصه التدويج في طبعا بالمركز الاول، احنا ما بنعترفش غير بالمركز الاول. فاتمنى الفتره اللي جايه ديت ان دايما تكون سنين خير علينا وعلى الكره الطايره الاهلاويه، وباذن الله نكون دايما على المنصه في التتويج المركز الاول دايما في كل البطولات. كل التوفيق ليك وكل التوفيق لفرقه الفولي، ودايما تبقى موجود معانا كده على شاشه قناه النادي الاهلي. احنا دايما بنفخر بوجود اساطير زيك في النادي الاهلي حقيقه، يعني من ضمن اساطير النادي الاهلي حقيقه يعني كابتن احمد صلاح. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك ومبروك.